الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المعلم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلاة وسلاما يليقان بمقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. أبائي الفضلاء، أمهات الفضليات، إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، طبتم وطاب ممشاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا وإياكم عبر هذا الأثير على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته في مستقر رحمته، هو لي ذلك ومولاه. شهر رمضان شهر الطاعات وشهر العبادات. قال الزهري رضي الله عنه: إنما رمضان لقراءة القرآن وإطعام الطعام. فشهر رمضان هو شهر القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال ربي لأنه أودع ليلة القدر في شهر رمضان، قال ربي سبحانه في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، أي أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم في ليلة القدر. فرمضان فهو شهر القرآن. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يختمون القرآن الكريم في رمضان كل 3 أيام. نعم، أمر عجيب، أعلم أنك تتعجب أخي المسلم، ولكنها صدقني حقيقة. لما توفر بركة المكان وبركة الزمان راح تتوفر هذا الشرط. كانوا يختمون القرآن الكريم كل 3. الإمام مالك رضي الله عنه إمام دار الهجرة كان إذا دخل رمضان توقف عن مدارسة ودراسة الحديث النبوي الشريف وتفرغ لقراءة القرآن الكريم. فشهر رمضان شهر القرآن الكريم. احذر أخي المسلم اللي ما يقراش القرآن الكريم، اللي ما يجعلش نفسه وردا يوميا من القرآن الكريم، فيدخل تحت خانة ممن يشكو منهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام: وقال الرسول: يا رب إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا القرآن الكريم قبل رمضان. المصاحف في البيوت فوق منها الغبار. نعم، لقد ابتلينا بالسمارت فون، ابتلينا بهم. أصبحت مجالستنا للسمارت فون أكثر من مجالستنا لكتاب الله عز وجل. ابتلينا بالمسلسلات والفوازير، أصبحت مجالستنا للتلفاز أكثر من مجالستنا لكتاب الله عز وجل. حتى أصبح الواحد من يدخل البيت بتاعه يلقى كل واحد من ولاده في زاوية من زاوية البيت مكونكتي في وسائل التواصل الاجتماعي بعيدا. أصبح حتى قال أحدهم على سبيل المزحة فقط، قال أحدهم: انقطعت الكهرباء فوجدت فرصة فتعرفت على أهل بيتي فوجدتهم طيبين جدا. أي هذه من دليل على أنه أصبح لا يلتقي بأهل بيته لأنه نهار كامل في وسائل التواصل الاجتماعي. إذن قراءة القرآن في شهر رمضان، فرمضان هو شهر القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فالصيام والقرآن يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يقول القرآن: يا ربي لقد حرمته النوم من أجلك، ويقول الصيام: يا ربي لقد حرمته الطعام والشراب من أجلك. أخي المسلم، يأتي بعد ذلك، بعد القرآن يأتي القيام. شهر رمضان شهر القيام. امتدحهم ربهم عز وجل لأنهم كانوا يقومون الليل بقوله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هؤلاء تتجافى الجنوب تحم، تشتاق لفراش من كثرة القيام. أنا لا أقول أن قم الليل، لا والله، بل اجعل لنفسك جزءا. فإن اسمع مليح، صلي على رسول الله، الله يرضى عليك، لا تفرط هذا الحديث. يخبرنا الصادق المصدوق من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل يتنزل إذا كان الثلث الأخير من الليل، يتنزل إلى سماء الدنيا. ما تبدأش تبحث وتسأل كيف يتنزل الله عز وجل، يتنزل نزولا يليق بمقامه، لا تشبه ولا تمثل،
فكلما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. نقول ربنا يتنزل إلى السماء الدنيا، ولكن كيف؟ الله أعلم، ليس كمثله شيء. ما تحبش تمثل وما تحاولش تمثل وما تحاولش تفهم كيف. إذن يتنزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا كان الثلث الأخير من الليل. وش تعني الثلث الأخير من الليل؟ لما نهزوا أذان المغرب ونهزوا أذان الفجر، يعني الأذان الثاني تاع الفجر اللي نتوقفوا فيه عن الماكلة، نقسموا هذاك الوقت كامل على ثلاثة، الثلث الأخير من الليل يتنزل فيه ربنا عز وجل وينادي: أنا الملك، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ رب سبحانه يخلف الوعد؟ حاشا، والله رب سبحانه ما يخلف الوعد. أخي المسلم، أيها المهموم، أيها المديون، يلي غارق في الديون، يلي غارق في الذنوب والمعاصي، يا من حاولت التوبة ولم تستطع، هذه فرصتك. اخلو بربك في الثلث الأخير من الليل، وضع جبهتك على الأرض واسجد لربك وناجي ربك، وما ترفعش رأسك. والله يا ربي لن أرفع رأسي حتى تفتح علي. يا ربي ادعيه باللغة اللي تفهمها، ما لازمش تكون لغة عربية وبالفتحة والضمة والكسر، لا والله أنا أفضل هذه اللغة التي يفهمها أباؤنا أمهاتنا وحتى أجدادنا يفهموا هذه اللغة. ولذلك أتكلم بهذه اللغة، المزيج بين اللغة العربية الفصحى والمزيج بين الدارجة. ولذلك أنت لما تدعي ربي عز وجل ادعيه باللغة اللي تعرفها. قم الليل يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قم الليل بالصلاة، قم الليل بقراءة القرآن، قم الليل بالذكر والدعاء والاستغفار، قم الليل بالدعاء، ارفع يديك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء، عندي أكثر من 70 حديث في رفع اليدين في الدعاء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حتى بان بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. ارفع يديك، تذلل بين يدي مولاك، اشكي لربي عز وجل. أنت لما تكون في حاجة للمال، تمشي الواحد عنده المال تطرق بابه ويخرج تقول له: يا شيخ يا فلان، والله راني مضيوق وراني عندي حاجة وراني ما لقيتش واش ناكل ولادي. هذا كلام صحيح، ولكن من الذي أعطى المال لصاحب المال؟ أليس هو رب السماء عز وجل؟ أليس هو رب السماوات والأرض ومن فيهن؟ هو الذي أعطاه المال. إذن لماذا لا تختصر الطريق وتطرق باب مولاك سبحانه وتعالى؟ اطرق باب ربي عز وجل، اطرق باب ربي سبحانه يعطيك. إذن قيام الليل، فشهر القرآن، شهر رمضان شهر القيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام الليل من صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل. احذر أخي المسلم أن تضيع فيك منك الفرصة. والله العظيم رب سبحانه يتنزل نزولا حقيقيا إلى السماء الدنيا ويسأل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وإحنا نشخره، مش عيب والله، يا واحد يستحي من رب سبحانه. إذن الأولى قلنا القرآن الكريم، الثانية قلنا قراءة، وقلنا قيام الليل، والثالثة الصلاة. الصلاة الصلاة أخي المسلم، الصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء السابعة. الصلاة هي العبادة الوحيدة التي أوصى بها الله عز وجل الأولين والآخرين: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصى بها الله عز وجل الأولين والآخرين. الصلاة عماد الدين، الصلاة هي قوام هذا الدين. أكثر من حافظ على الصلاة الخمس في وقتها، لا تفرط، حافظ على قيام الليل، حافظ على الرواتب، صلاة الرواتب حافظ عليها وإياك. عود نفسك، روض نفسك باش تحافظ على الصلوات في وقتها. لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: الصلاة على وقتها، الصلاة الصلاة. في سكرة الموت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصي نفسي وإياكم جزء من القرآن الكريم كل يوم. ما نقولكش أختم كل يوم، ما نقولكش أختم كل ثلاث، ما نقولكش أختم ثلاث مرات في الشهر، ولكن يكفيك أقل شيء مرة في الشهر أختم رمضان، أختم القرآن الكريم ولو مرة واحدة في شهر رمضان. ولكن بعد رمضان اجعل لنفسك وردا يوميا. ما نقولكش قم الليل كل يوم، ولكن اجعل لنفسك برنامج ولو كان ركعتين في الليل. أقول ما تسمعون
وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه الغفور الرحيم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.